تأتيكم إلى تشكيلة الفريقين ولدي وبلا فريق الضيف النجم الساحلي لتو مسار وجيل في كل التقريب كل الفرق في تونس. هذه كرة الأولى أسامة العشري يدور بكورته التحضير واحد اثنين الثالثة وين الثالثة ستة أمتار من الملعب التونسي. وهذه الكرة الأولى التوزيع والرأسية والهدف التوزيع والهدف لون للإطوال واحد بلاش هنا في الملعب البلدي بسليمان. اتغير النتيجة وتغير المعطيات لهجوم الإطوال. كنت نحكي أنه النجم الساحلي يكفيه الفوز فقط لافتكاك الصدارة من الملعب التونسي ويأتي أولى أهداف الإطوال. وهذه الإعادة أمامكم 22 صالح البارومي في القائمة الثانية يعطي الأسبقية بعد 6 دقائق لعب. تلعب المخالفة أنس البرباتي التوزيع في القائمة الثانية خليل القريشي التحذير وعلي جمال موجود السميلاء وهذه الكرة الثانية التوزيع وسام الريشي موجود تاخذ الدفعية مرة أولى مرة ثانية تزيد جاك مبي يربح على الدويل هذه تزيد من بعيد وسيم القروي على مارتين التماس على الدويل الراسية تحذير الحمروني يحذر لشكون الحمروني نقطة كورته أو تماس ليست ركنية تماس يتنفذ كالعادة من جاسر بالكيلاني وسام يلعب على المخالف سالة في دين وسيم القروي باطا برشا بالكرة ويمشي الكونتر جاسم بكيلاني التوزيع في القائمة الثانية لشكون الضغط يمشي ماريانو ولا حارس موجود ماريانو فما حبيبي كان هو ابراهيم التزيد ليه الحكم باش يقول العب كل سنين لضربة جزاء صعيبة اللقطة الإعادة الثانية للمطالبة بضربة الجزاء وهذه جماهير الإطوال موجودة في كل مكان يلعب المخالف التوزيع والتغطية الدفاعية وسام عبيد تلعب الركنية الرأسية لبرا توزيع جاسم التوزيع الرأسية ل 6 لاعبين أو 5 لاعبين من مستقبل سليمان والسادس ماريانو التوزيع في القائمة الثانية والحكم يعطي مخالف يعطي ألس التزيد والتحذير بس الإطوال يعطي سام عبيد مش موجود في موقف تسلل وسام التوزيع هو وسيم القروي جاسم ينتظر في الموسيندا يلقى شكون ما يلقى حد الحبيب يمشي لماريانو باش يعمل التوزيع التحذير ألس البرباتي بالعقب يتلعب الركنية بالقائمة الثانية الحكم يعطي المخالف واحد اثنين مع وسام عبيد البحث عن راقي العويلي مش موجود في موقف تسلل راقي العويلي والتغطية من وسيم القروي الحبيب يكن يخلط الحبيب على كورت يعمل التوزيع وعلي الجمل موجود راقي التوزيع على يوسف العبدلي هو وسام عبيد التزيد له التزيد له من وسام عبيد لحبيب يكن يخلط الحبيب يخلط الحبيب يخلط الحبيب والتزيد لبرا راقي يعمل المراوغة راقي التوزيع في القائمة الثانية مشيت تلعب كما قلنا بعد الكوب دافريك وهذه تسديد على القائمه رايق ريان الحمروني مش موجود في موقف تسلل ريان التوزيع على الجمل سرعه راقي راقي يزيد في السرعه موجود في القائمه الثانيه تسديد ليه طويله على وسام عبيد ما يخلطش نجمه جاسم بكيليني التوزيع على تحضير ليه محمد عزيز بن محمد راقي 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 ما زلت عنده كره راقي باش يسدد تسديد والتغطيه الدفاعيه ريانو هل يتحسن هو وديه هجوم مستقبل سليمان ريان الحمروني الجمالية الحمروني ريان أو سفيان بن منصور سفيان سفيان قدام جاسر الخميري التغطية من جاسر يخلي مكانه لحيدر أبو با ماريانو 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 التسديد لبرا سفيان التوزيع باليمين حيدر الكرة مالورة مثلا التسديد بخليل الكنيشي موقف تسلل وسام عبيد يلعب الكرة في القائمة الثانية الرأسية والحارس عمل التوزيع انس التوزيع في القائمة الثانية وتغطية الدفاعية من لؤي بن حسين اثنين أربعة ضد اثنين وسام عبيد 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 الثاني وسام عبيد وسام عبيد الثاني
وسام عبيد، وسام عبيد والثاني للنجم الرياضي الساحلي. الكونتر الرائع من هجوم ليتوال يقود جاكم بي لوسام عبيد. المرابغة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة تسديدة على يمين وسيم القروي، لم يجد لها حل وسيم إلا أن يأتي بالكرة من الشباك. هذه الإعادة وهذا الكونتر وهذا وسام عبيد. شوفوا وسام عبيد قدام زوز ملاعبية، المراوغة الثانية والثالثة باليمين، على يمين، على يمين وسيم القروي. اثنين بليش للإطوال ومعها انذار. الريان الحمروني تزيد وتضرب في المدافع، تلعب الركنية ولا تغطية الدفاعية. يشري أسامة يعمل التوزيع، عزيز بن محمد، محمد بن عزيز الراسية والهدف وضربة جزاء. ولا الهيشري أو محمد ريان الحمروني. الريان يدور بكورته، التوزيع أنس البربات يعمل كنترول، أنس يسقط والحكم يعطي الركنية. الريان تنفذ الراسية من حيدر أبو با مريانو، يمشي أنس البرباتي ويسقط والحكم يعطي ضربة جزاء الأولى. وهذه الإعادة الثانية من الزاوية أقرب. ريان حمروني، ريان، ريان التسديد والهدف، التسديد على يمين علي جمل. تغير النتيجة مرة أخرى في الملعب البلدي بسليمان، 2-1 في الدقيقة 94، رغم أنه الهدف جاء بشكل متأخر لمستقبل سليمان. وهذه عادة ضربة الجزاء على يمين علي جمل. الكرة في نفس مكان اللي ارتماله علي جمل ويتصدر مجموعة الأولى ويعلن كما قلنا على نهاية المباراة 2-1. دقيقة خامسة، صالح البرهومي. صالح البرهومي في الدقيقة الخامسة.